أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، كأنها كوكب دري توقد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب لابنا يا آيات الصدنية سدحات وصورة النور كمذا إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشر كان يأذي وبودا بيه وها إلهي نصور ده يقوري كوا إذن كإذن كمذا ووحوي aan markaas guur ka haysanin oo rag iyo dumar bale iyo kuwa saalixiinta oo muuminiinta ragga oo adoomankiina kamida iyo adoomankiina kala haweenka haday yihiin dadkaas oo dhay Ilaahay dad fuqaraha waxaysanin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa fadligiisa ka deeqaya. Wallahu wasi'un alimun ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasoo dhahay. Alla dana wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wal yas'afi fil ladina ku hadhawrsadaano لا يجدون أن هلين النكاح أن هلين حتى يغنيهم الله الله أنت وكديقا من فضله فليس وكديقا. والذين كوا يبتغون الكتاب أنت ضلبايا أو مما كوا كم إذا ملكت أيمانكم ديجاشين أي ملكيين أو أضمن رقي الضم رواة فكاتبوهم كتابا يود إلهي إن علمتم هدات كوك سونتين فيه ما يجا خيرا خير هدات كوك سونتين. وآتوهم سيو لإلهي ددكين ساددأه مما لله إلهي مالكيس وحكا سيا الذي مالكا سوء آتاكم الليدين سيي. ولا تكرهوها قدر قنو لإلهي فتياتكم شابيالكين على البغاء زنها قدر قنا إن أردنا هدي دون أيان تحصنا لوصشو لتبتغوا إنا الضلبتان وذكرها سأتكو الضلبتان عرض الحياة نرش بربر كذا الدنيا أودو. ومن يكرهن روح إكراهو له إلهي فإن الله ألا من بعد إكراهن إكراه دو داس بعد يذا أول قدر قيسنا ذا غفور اللي هو دافع ويا الله رحيم اللي هو نحريسنا أيوي أيضا مركز إلهي دور أرموض أيونا وخل من أياه بره دي حوي نكاح اللي اسكسوه بوريي وفكي وحادع كرت مركاسي نكاحاس ليس كسو بوريان أوذين إن مركاسي وحاوي أو دورصده أيا لدون أيا مركا إلهي وحوده سبحانه وتعالى وليسعف في الذين كو هر دورصدانو لا يجدون أن هلين النكاح أن هلين ووحي كو قرصدان ومهر إيا النفقاة أن هلي كارين زندها كدورصدانو محايا إلا وحا لرهبا مركي للنكاح سنايو إن مؤان النكاح لها يستؤيا لوبا هنية سيدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حديث كاس أيال راعي مركا أو نبو حوله عليه الصلاة والسلام أسوى سيقارة لن يرد أقول ناذيناي قفك إذنك إذن كمدة وأهبة النكاح لك له نفقذي إيا مركا سوحا سلك له هقور سلو رهي قف كان أودينه صون أيال لقربا سو مارت يا شهودي سو جويو كاس يا شهودي سو جويناي ساسا مركز سال دونية أو صون كاس يا مركز سا شهودي كو جويناي قاب كلوت أو صنا ينا تاس يا كمدوي مركز الله وحود أي ولا سعف في الذين كو هرد أو صدانو لا يجدون أن هلين
نكاحا نكاح أن هلين أو واحد لجودا هدى ذالانو إن أي مركز عفائر هذيان يا أسبابه مركز أي كل أرسلها عين تاسنا وحوي إن أي كف جادان عرور تير الكايو ناقها إيو إن أي كف جادان وي أو مركز وحوي صان إسكال لازمان يا نفط هذا ريال أي سيان وي أو نفط هذا أي ليليان وعبادة أي كجربان تاس يا مركز لو بهني وفق هذا أنت أصحبك تري ويسنة علماء فوق هذا وحيد هذا إلهي أوسكت على سارنا وأنا جسنا يا أنت أصدق وحبك تري ويسه أو مركز الزنا أو كبقى يس بركة الله وحده سبحانه وتعالى حتى يغنيهم الله الله أنت وكدي قايو أو إلهي سبحانه وتعالى مركز أو واسع عنايو أنت إلهي سبحانه وتعالى أو واسع عنايو من فضله فضل جيس إله أنت وجد ديقاي أو مركز يكبر سنة يا معايا لقف قاضي أو مارت يا عفدس وكدة الأرض ورصده إلهي سبحانه وتعالى أيام مال وحق الصين عيا أو وح وهلا يا مركز مؤنت يوحي وكبر سنة هاي أي الله الصين يا سبحانه وتعالى هذه مركز إذا صلوا جهبو أو جهبات داس أو كسو بحه فضل جي إلهي سبحانه وتعالى يهلا يا لكن هذه أرنتاس أو قاده وياه markaasi sino iyo maaratay xaran iyo uu ku dhaqaaqo waxa weeye markaasi waligiis waxa hayaa cadaab adduunyo iyo cadaab aakhira ayuu galo ayuu helaya markaas maxay ila in la dhowrsado ayaa ilaahay nafaray ila markaasi qofkaas ilaahay fadligiisa uu ka deeqayo fadliga ilaahayna waa soo socdaa waa inuu sugaa uu alla ku kalsoonaada hadana alla wuxuu dhahay subhana wa taala taas weeye waladina kuwa yabtaguna alkitaba kitabaynta dalbaaya macnaha waxa weeye waxa laga wada mukaataba laga wada adoomanka markaasi qayba waaye adoon la yiraa mukaatab ayaa jira adoonka la kitabayahay waxa weeye adoon qinniya oo markaasi abdi oo maxliya ah أيا سيد كيس وحا أوليهي كاتبتك على كذا وكذا فإن أديت فأنت حر أوليه انت سيئ انت سنكو كتابي مثلا بوحاوي أساقو العكتيس أي كن هذا أيوح أوليهي كن كاس أيان مارتك كو كتابي أما سشن بغلان كو كتابي هذا دوحا سأد إيقودتني أو شقادة ديراتك حانيك مركا وقتك إيشقايسو وقتك ديراتك هو أسهلي ستهديات وحراستك إيد مركا زي نجوم الكتابة حوله مركز كتابة اسك بحسه كبعد حراته مركز سداسة دي ليرهدو ومركز سوى حوية أدون كادو نفتي سو سنة عاجز قلين سيده كبحة كاري مايو ننك مركز أم بس غرق يضم الوحي يهيم واشقي سنة يا وحبورها سنة يا مركز سوى اسك بحنا يا مدد الله سينا يا انتاس كبحة انتاس كبحة اللي مركز انتاسو كبحنا يا هدو وحي لما ينا حرو نقونا يا أدون كاس مركز وحالي لمكاتب على لها marka kuwa sidaas raba adoomanka waqtiga ay jiray jireen weeye maxay ila ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka waa ilaahi uu la jecel yahay inay sinaadaan oo xurriyadooda ay ku wada noolaadaan dariiq marka dadkaas ay uga baxaan adoonsigaas uga baxaan dadki iska lahaayo hada ayaguna xaq u helayne ay ayaguna meesha waxa weeye waxay u helaan ayaa ilaahi wuxuu ri waladiina kuwa yabtaquna alkitaba kitabaynta dalbaaya oo mimma ku kamida malakad ay maanu ku midigyaashiin ay milkiyeen waa adoomanki markaas rag galahay oo dumar kalahay fakaatibuhum oo ilaahi kitabeeya hada fakaatibuhum amarkaanu amru nadwi waa sunna weeye oo hadii waxa weeye adoonku sayidkiisa u yiraado kitabay hada u dhaho waxa weeye inuu ajiibo waa loo suneeyaa ee waxba ku kitaabay maaya adoonkaaga dahay haduu yiraado waxa weeye markaas wuxuu ku leeyahay ma jirto waasa goormay ayuu dhahay ilaahay in calimtum hadaad ku ogsoontiin fiihim ee maaratay adoomankaas khayran khayr hadaad ku ogtiin weeye khayrka waxaa lagu wadaa amaano inuu leeyahay oo markaas amaanada uu ka soo baxayo hadana awood inuu leeyahay wax kasba karo oo maalul kitaabo iska bixi karo siiqadeeduna masalan horu sheegna wayo kaatabtuka ala 2000 fi shahrayn masalan suuleya laba kun ayaan ku kitaabay oo laba bilood aad kala bixinayso kulli shahrin 1000 weey markaas hadaa gudatana xur ayaad iga tahay markaas uu qabiltu leey sidaas ayaa markaas aad jirta oo xukunkeeda kitaabadu u yahay laakiin ilaahay wuxuu dhahay in caalimtum fiihim khayran hadaa amaanad ku ogtiin weey diinkiisa iyo inuu awoodo inuu wax kasbado oo xirfo uu sameysto oo meel walba uu galo oo waxa uu wax iska bixiyo hadana Alla wuxuu dhahay markii la kitaabey ka bacdi
إن لون حريصا لربا وآتوهم سيا وله الله سبحانه وتعالى ضدك السادة أهاي أو سيالك أيا الله فرع يا أيقنة ولو أمر كان أصغنا أمره ندواي إنك صوح وماذا قال أمره دواي لهن سيدا لكن راجع أمره ندواي سكونا مما لله إلهي مالك سوح قصية الذي مالك سوء آتاكم الله إذن سيا مالك أدمرك سوح أتكو كتابي سي آيات وحكري ديسا ما يستعينون به وي وحي أكال ميسان وحي إسكول لازميين إنا إساقب حيان وحاوية إن وحي لغير هيدو مثلا با دولة وكون دهي إنا الشنبغ والكر هيدو أمو كون كر هيدو ساسو كالي ساسا مركا سالة سنية مدى سدحات هدنا الله آيات دامحو دهي ولا تكريوها قدر قنا فتياتكو مود إلهي أدو منكين أو دمركا على البغاء الزناها قدر قنا إن أردنا هدي دونا يان تحصرا أو رسشو مركا هدى إرادة دانو ومحل الإكراه وي فلا مفهوم للشرط يا ليه مركز او هدي حتى دون ايان حتى هدي دون ايان لغو اكراه ماي ايات ايا وحاوي سيده سب نزول كيدو اي ايات سداس ايدو واسي شيغ دونا ولا تكرهوها قدر قنا ود الهي فتياتكم شابيالكين امائكم ويادومنكين او دمرك على البغاء زنها قدر قنا ان اردنا هدي دون ايان تعصنا اورسشو لتبتغوا ان طلبتان هو قدر قنا ود الهي او ذكرهاسد كرهديسين عرض الحياه نروش بربركيد الدنيا او دو ادنكو ادويو اناد كوهشين ربتين اياتنا وهي كسو دغتا ليرين منافقي ويناين سومري جرني او مركاسي ابو ريفكي امنا عائشه عبد الله بن سلول من منافق هو كافر هو حمو هاي او يو هاي مركا ادومن ايو لها جيري ادومن او دمر ايو لها جيري مركاسو ادومن كاس او كدق جيري ان اي مالت يا زوزينيسان او جيركودا ييبسدان او مركاسي كسب ايو كينانو لعاق اي او كينان او رقا او تاقي مارتيا ديركينا كا يبسدو ليه جري وحالا شاك وليبا لح الدومان هاي اهايين باليد مركا لح دي الدومان كا اهاي او سيداس او ييري جري لباكا ميد اه إلا الدومان كا الهي اسماله وها وي داد اون وحاجر وناسنه لباكا ميد اه يا نبقى عليه السلام اسود دعووذي مركاسا ايدا نسودك مركا ولا تكروا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا انت تاس مفهوم له حتى هديسن دونين ان اي دول صدان وي ايغا لفتر كودو عيال سوق ايهين وها وي مركاسي لغو درقي مايو لكن سيدا سو نزولك او اهي ايا ساس هذي مركا الله وهو داي سبحانه وتعالى ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا اذنكو مركاسي الدنيا ذا مركاسي بربر كيدر هذين اي ساسو ده الهي سبحانه وتعالى مركا الله وهو داي سبحانه وتعالى هدا مفهوم مالا ايان دهني بل إكراه وحاوية حرام وي مركا الزنا لا يسكو إكراه وإن لم يريدنا التحصن هذا يسند حتى التحصن إنه إذا وصلنا يسند دونين لكن أرنتان وحا اللي وعدي سيدة هذا هروب صومرنا واقع كدعي عبد الله إوي بن سلول أيا سيدة أسأيا للي وأساق أيا مركا ساو حاوية الدومان كاس أيا قدر قجري الزنا ذا قدر قجري ساس وي مركا معل الإكراه أنا مركا وحاوية فلا يتحقق الإكراه إلا من عند تلك الإرادة واتاي الدومان كاس مركا اللي إذا هو لهاي مركا سو يسو شقايا ونهجري دوان نن إلهي أقول نو ما رتيا ضدك سيد وضد الدين لا وياشاه ما في ريان ماشي وحكعون عيان إيه ماشي وحكرها سنة عياني سوون إلى ما رتيا وحكوها لاني دون عيا إلا إن هذا وين بدن تايو عالم كبواد أرك إنسان واحد بدن إن ما رتيا ملا بدن إن الله سما يستي سيد ما رتيا هوتيلو إيه وحياب بدن إيه غريو إيه ملا الله سما يستي ضد أي مركز هؤلاء كائنين جيركود يكون يبين أيان أو واحد ويا مركز وحي كصوبها أي مركز حول كذا كان أيان مركز صورة إلهي ومن يكرهن هؤلاء كصوف إكراهه درقية فإن الله الله إلهي من بعد إكراهن إكراهه داس بعد يسه غفور اللي هو دافع ورحيم اللي هو نحرسنا وي وهي كذا عي إلهي سبحانه وتعالى يا دافع معي لقفك مكره ولا إكراهه إن لم يكن آثما فلربما يحصل منه بعض ما يلدهن هذا إلهي حوله فإن الله من بعد إكراهنا غفور رحيم وحال غيا بهالي قفك الإكراه لف تركيسة إن هدي مثلا بهذا هوشاس أو كجرو إلى شبر كاد إن مركز إيه كحسش مركز هذا إكراه وحي علماء يلهدين أو لغبا يزن هذا وحوي وخوف القدل دل مركو قفو كبق أما الله جارسينا تلف جارسينا إنه مارتي أو كلنت أو حبين أي كباب واتهي
culimada bacdi godna waxay yiraahdeen maaratay zinada iyo maaratay dilka ikraah markaasi waxa way lagu ma ogolaado oo hadii qof la yiraahdo qofka dil hadii kale intaad ku dilaya waxa way inuu dilo ma ahan inuu dilo markaasi ma noqonayso ee waa inuu markaasi waxa way oo ka joogsada way ee ka joogsada ay noqonaysa zinadana hadii waxa way aan qalaba aysan dhaqin oo markaasi qofka laga qaalib noqonin oo waxa way saas maaratay in handadaad iyo waxaas markaasi qofka dumarka uu ku yeelo ma la ogola إلهي هدنا وحوله سبحانه وتعالى ولا والله قد حقيقها أنزلنا وانو دجني إليكم حقين آيات آيات يعني سو دجني آياتها سو مبينات أو عدد أما مبينات لعديي ومثلا مثلا وايد سو دجني خبر أو مركز عجيب وي أو من الذين كوي من جنس أمثال الذين كوي مثل كودي جنس ديس كمذا خلو تغي أو من قبلكم من كورتين إلهي حوله سبحانه وتعالى ولقد حقيقها أنزلنا وانو دجني إليكم حقين مؤمنين آيات آيده آيدها سو مبينات أو عدد أما مبينات لعدي لوذا قراءة بنانته ومثلا مثلا وايد سود جنود إلهي وحوه لغو ميسالي وي وحالا قوضا خبر أو عجيب أو ليابه وي وحا كمدهاي مثل كاس خبر عائشة كمدهاي أمنا عائشة واتان سو مريني وحيابيه مركاس إفكها هي لغو سمي مركا مثل وي أو من الذين كو إمارتيا مثل كودي كمده خلو تيغا من قبلكم دين كورتينة من جنس أمثالهم ويدات كاسرو أمثال شودي جنسي سكمله أخبار شودي عجيب كهذا سيد هذا خبر كنبي الله يوسف أكره وح إشبهه مركاسي خبر كنبي يوسف هي خبر كأمنا عائشة هي وحوي خبر كمريم بنت عمران أيضا مركاسي زنا لقولا بين أبو رتي أو لقول جني مرك النبي الله عيسى دشاء بلان تازنوا إذا سود جنود إلهي أو مركز واحد كو قادين يسين أو من الذين كوي مثل كودي كمده هو الإلهي خلو تجا من قبلكم ذي كورتينا وموعدة تنور إلهي وأنا نوائد سود الجنود إلهي موعدة صول المتقين هو الله كعب صنع أصونات وأنا ذا مركز وهي أنفع إسا ضدك متقين تو إليك بقاي قفنا لك بقين وأنا أنفع ميس وموعدة أيام إذا سود الجنود هلا سبحانه وتعالى وأنا إذا سود الجني موعدة أصول للمتقين هو متقين تأصونا طول إلهي سبحانه وتعالى وحاكم إذا هذا موعدة مثلا بهذا الصورة دا إلهي نوصو الشيخ بركي لقوة رماي ضدك مارتيا زنادة جلد قودة لقصو رماي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلينا صورة إيو إفكي أمنا عائشة مركي لقوة رماي لولا إسمعتمه ذن المؤمنون والمؤمنات إيو لولا إسمعتمه قلت ما يكون لنا يعيدكم الله أن تعودوا لمثلي وها متقين تلو وخاس سيني ساهرو شيغني أيغا كو انتفاعي هل كان هده هدنا إلهي وحونه وشيغي آيات أو كونية أو إلهي قطردي سي وحداني سنة صالينيس هدنا وحاوية بني آدم كالنعمة فربضان أيغو غصغنته إلهي وحوري سبحانه وتعالى الله ألا نور السماوات منور السماوات سماوات كالله نوريي ويئي والأهل أرضا مثل نوره إلهي نور كيس سفدي صوت إلهي مثل نوره وحوي في قلب المؤمن أيال سوق الدرية كمشكات نور إلهي والطه أيود إلهي داقد أو فيها أيضا إحداثة مصباح مصباح وكسوغي المصباح مصباح في زجاجة قارورة إحداثة وكسوغي الزجاجة قارورة كأنها واب أيضا أيضا أي نور كسوغن كوكب حدق لطه أيود إلهي حدق أسو دري أو افتين بدن يوقد والله رنا هود إلهي سبحانه وتعالى من شجرة من زيت شجرة شجرة زيت كذا سليد هذا لقاه رنا يا شجرة سو مباركة أول بركية شجرة سو زيتونة زيتونة شجرة سو لا شرقية قرح بحمد له نسبيا عن هين ولا غربية قرح بحمد له نسبيا عن هين يكاد وحو صغى يا زيتها سليد هذا قيداس يضيء إنه افتيمه ولو لم تمسسه يبا تابنين نار نار يبا تابنين نور كاسوا نور الإلهي على نور نور خلق كركيس هذا يهدي الله ألا واهنوننا يا لنوره نور كيس ودين الإسلام كا من يشاء روحه أو دونه ويضرب الله ألا وعدينا يا الأمثال مثاليالك للناس ضدك أيو عدينا يا والله ألا نبي كل شيء شيء لأرك كل جيس عليم لك علم لوي إلهي سبحانه وتعالى أمثال أيو هلك نغشيق يا مركا ألا وحوده الله ألا نور السماوات والأرض إلهي سبحانه وتعالى سماواتك يا أرلاذ إلهي أيا نوريي وها مركز لغو نوريي مثلا بس سماواتك قرح داسا لغو نوريي إيا الضيحة إيا حدقها و
waxa lagu nuuriyay ahladana markaasi waxa weey sida soo kalentoodo hadii waxa weey qoraxdi iyo dayxi iyo xidigihi ay markaas ay nuuriyeen samaawaadka nuuriyeen arladana markaas waa soo gudbeen oo waxa weey sidaas arladi ayda u nuureysa marka xaqiiqada nuurku waxa weey waa kayfiyo oo markaas qofku wax u jeedo oo arkay indhaha lagu arkay weey waxyaabaha kalentoodo wax lagu arkaa xataa waa sidadooda ayaa iyadana lagu haleela oo hadda waxa weey masalan baada waxyaabahan kalentood oo anwaart nuurka ah la sameey sida laambadaha iyo faynuusyada iyo waxa soo kale waxa weey ayagana waa sida weey marka aayadan sida hadda macnaheedu ay sax ku yihiin waxa leeyahay Allahu alla nuru samawati ay munawwiru samawati samawaatka laha nuriye weey alle iyo wal ardi ahrada laha nuriye weey waxa kale lagu fasiraa hal yiri Allahu alla nuru samawati wal ardi khaliqun nuri fi samawati bi shamsi wal qamari wan nujumi wal kawakibi wal arshi wal والأرض بالمصابيح والسرج والشموع والأنبياء والعلماء والصالحين oo ilaahi subhanahu wa ta'ala samaawaadka iyo arrada ayuu nuuriyay oo ilaahi nuur ayuu abuuray samaawaadka ayuu ku abuuray nuurka samaawaadka lagu abuuray qoraxda weeye dayaxa ayaa kamida xidigaha ayaa kamida kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn arshiga nuurkiisa kamida malaa'igta nuurkeeda kamida arladana waxa weeye masaabiixda ee maaratay iyo nuurarka kaleentood oo waxa weeye maaratay iyo shumuucda iyo laambadaha iyo waxa ziminka hadda iska nuuraayo iyo anbiyaada iyo culamada iyo saalixiinta ayagana nuur oo macnawi weeye marka hadda Allahu nuru samaawaati munawwiruhuma markii la yiraahdo saasay keenaysa waxa kale lagu fasiraa nuru samaawaati wal ardi ilaahi waa midka nuurkooda daahiriye weeye maxay ila sida nuurka loogu idlaaqo kayfiyada waxaa loogu idlaaqaa daahirka oo fi nafsiga leh al mudhiru li ghayrihi oo ghayrkiis daahirinaay markaas waxaa hadii macnahaas la qabto waxaa iska banaana la yiri alla in lagu idlaaqo oo fa huwa subhanahu wa ta'ala nur ilahi subhanahu wa ta'ala nur oo bimaana waxa weeye ashyaada ayuu ilahi ehaysiyay adamo ku ehaysiyay markaas uu wujood keenay ابن عداء الله شيخ اللي يلاهدو كتاب كيس حكم كوحو كشاقي كون كدمانتيس وحو اهي مقديوضة إلهي با نوري سبحانه وتعالى حق او كذاهيري كون كأيا إلهي كن نوري وهذا مركز عالم كان جريتان كيس أيا وحو كتصنع يهو دهي إلهي وجود كيس إنه وجوه وهذا إلهي وجود كيس جري لهين عالم كان وحكا مده اللي هيري لهي مجرد معنى هذا مركز هذا أوسى لنو تيهو ران قادنا إن الله الله الإلهي نور السماوات سماوات كان لها نوري iyo wal arli arlada marka nuurkaas ayaa ilaahi miisaal hadana u sameynaya nuurka macnawiga ah iyo midka xisiga ayaa hadana ilaahi isku miisaalinaya allah wuxuu dhahay masalu nuurihi ilaahi nuurkiisa sifadiisa u dhahay ilaahi sifadiisa oo qalbiga muuminka waxaa lagu waa masalu nuurihi ilaahi nuurkiisa sifadiisa nuurka ilaahi qalbiga muuminka uu galiyay sifadiisa u dhahay ilaahi kamishkaatina u ilaahi dariishad walato amba daaqad mishkaadaaso fiha ayda dhexdeeda misbaaxun misbaax u yahay dariishad oo waxa weeye misbaax nuuraysa ay markaasi waxa weeye ay taalo al misbaaxu misbaahas iftiinaayne fi zujaajatin qaruurat dhexdeeda u yahay waa qandiilki weeye laambadi weeye ama sawa faynuusti weeye misbaaxuna waxa waaye waa markaasi siraajka fa fatiilada oo markaasi iftiimaysa weeye mishkaadan laftirkeedu waxa weeye daaqad oo markaasi aan naafid ahayn waaye dariishad oo markaasi albaabka uu xiran yahay weeye oo xiran weeye markaasi waxa weeye laambadaas la dhexdhigay laambadina markaasi fatiiladii ama liifadi ay markaasi faynuusku dhex jirto ama ay ku dhex jirto sida nalkaan caadiga oo ku dhex jira weeye markaasi qaruuradaas ku dhex jira muuminka qalbigiisa ilaahay saas ku miisaalinaya azujaajatu zujaajad yow ilaahay qaruuradina kaanaha waaba ayadoo ayada nuurka ku jira kawkabun xidig la too ah xidigaasu durriyun ama sadriyun oo iftiin badan tawaqada qad tawaqada xaal oo huray misbaaxaas lamer kalkaas u ciisa توقد او مال الاخري اما مصباحا سو يوقد لهرنايو من شجره اديه كرتعقه كسفيس اما توقد قد توقد حال او هري مصباحا او افتين كان او كهله وي من شجره من زيت شجره جيت سليديده شجره سو مباركه او لبركيه شجره سو زيتونه زيتونه جيت شجره زيتونك oo misbaaxaasu waxa uu ku shidmaayo shidaalka u ah waxa waa zeytu zeytuunkaas wey
وجد بركة سنة هذا سورة عن سورة كهرة سواء تانكسو مريني وشجرة تخرج من دور سيناء تنبت بدون وصب للأكلين وطول إلهي لا شرقية قرح كصباح مدلو نسبية عن هين ولا غربية قرح نعم مدلو نسبية عن هين بل وأرد حيساوي وحاوي مركاسي كريل نها ليلي ماي برد نها ليلي ماي أرد باتيناي يكاد وحو سقاهو لا إلهي زيتها سليديد يلي إنو افتيمه إنه إسكا إفتيما كريجي سوي ولو لم تمسسه يأيبا تابانين أيوه الله يالله سبحانه وتعالى نار النار يأيبا تابانين وندب يالله تابانين نور كاسوا نور الإلهي وعلى نور نور كالكوركيس هذا وآيادي زي سليد زيت الزيتون كيو مركاسي آيادي نور آيه هذا دب كل غش ذا يو إفتين شيء ونور على نور نور الإلهي marka waxaa laga wada ilaahay nuurkiisa hanuunka ilaahay muuminka uu hanuun shay waa nuura leey nuurkaasoo hadana cala nuurul iimaan ee iimaankii oo nuura iyo hidaayada ilaahay qofka muuminka hanuun shay oo markaasi hadana lagu sii diray nuurul iimaankii la siiyay ayaduna nuurun cala nuurin weey marka hada nuur laba nuur oo maaratay xisiya iyo laba macnawiya ayaa la isku shabahaaya يهدي الله ألا وهنوننا هنوننا يا لنوره نوركيس ودينة إسلام ما يشاء روحه أو دونه والله ويضرب الله ألا وعدينا يا الأمثال مثال يالك للناس سدتك وعدينا يا سدتك فهم كود اللوسود ويو أو يعب رقعتان والله ألا نبي كل شيء شيء لأر كل يسعى عليهم عليك علم لوي وعاكم إذا مثلا أمثاشة رسمينا ركاد عشر كين انت سوك يجي هاي الله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.